من هذا المهرجان المقدم من قناة الوسطى، هذا المهرجان الذي يأتي بنسخته الثانية هنا على أرضية ميدان الديج بهذه الانطلاقات. نتابع هذه المنافسات مع سن اللقاية هنا في هذا السن، سن السرعة والإبداعات في هذه الانطلاقات المتميزة وفي هذه الأمسية الرياضية الجميلة، كما نشاهد ونتابع على قناة الوسطى الناقل الحصري على الهواء مباشرة، كما نتابع هذا البث في هذه الانطلاقات المتميزة. ينطلق شوط جديد من أشواطنا على وهو الشوط السادس الذي أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات، وهو مخصصا للقعدان اللقاية المهجنات الأصايل. انطلاقة موفقة نتمناها لجميع الأخوة المشاركين الحاضرين. نذهب بكم مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام إلى المركز الأول، الصدارة بانطلاقة ووجود هذا الاسم ألا وهو هدف سيف بن محمد بن علي الوهيبي، يطلق لنا هدف على مستوى المركز الأول. بينما في المركز الثاني التقدم بدأ بانطلاقة وحضور الرمح حمد بن الضبيب بن علي العامري الذي يأتينا باسم الرمح بمتابعة الرامس بن الضبيب العامري، يتابع في هذه الانطلاقة مع هذا الشعار. بينما في المركز الثالث التقدم والانطلاق هنا يصل بكل قوة نجد فري بن راشد بن سرداح بن عبيد الاكتبي، يأتينا على مستوى المركز الثالث. بينما النقلة التالية إلى المركز الرابع لنجد التواصل في هذه اللحظات الواضح واضحا بمستواه مع المركز الرابع. هنا من يقدم الواضح بهذه الانطلاقة حميد بن عبيد بن علي الدرعي، النقلة إلى المركز الخامس. هناك التقدم بدأ من المارد راشد بن سالم بن راشد بن سعيد المزروعي على المركز الخامس. بينما في المركز السادس نجد الوصول في هذه الانطلاقة يتحرك مروع حمد بن سالم بن نصرة العامري، شعار المفاجآت يأتينا على المركز الخامس في هذه الانطلاقة. بينما في المركز السادس هناك على الزاوية الأخرى هذا هو المارد، هنا يأتينا في هذه اللحظات على الجانب الآخر على سابع المراكز من يصل من يعلن حضوره ألا وهو القادم الغزال علي بن محمد بن غصنة العامري، وصل بن غصنة أحد الأسماء القوية المنطلقين والحاضرين مع هذا الشوط. وثامنا يأتينا بكل قوة هناك في هذه الانطلاقة ناصي أو نجد باسم الديب بن علي بن سالم المنصوري، يطلق لنا نجد في هذه الانطلاقة في هذه اللحظات مع شعار ديب المنصوري هنا على المركز الثامن. بينما التاسع الأسماء المتقدم مرحب سالمين بن مبارك بالطماطم العامري، وعاشرا نختم النداء بانطلاقة مهلك النخيري بن محمد اليبهوني الظاهري. هكذا نتيجتنا المذاعة إلى مشاهدة ومسامح حضراتكم مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام. نتابع هذه الأمسية الختامية لمهرجان قناة الوسطى المقام على أرضية ميدان الديد في أمسية اللقاية، أمسية اللقاية غير يا أخواني غير، من خلال السرعة من خلال وجود هذه الأسماء في هذه الانطلاقات المتميزة. ولكن الصدارة غير بالضبيب، غير مع الرمح، الرمح 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 يأتينا على الصدارة بشعار حمد بن ضبيب بن علي العامري. أهالي المدينة متواجدين بقوة، متواجدين أبناء الظفرة يعلنون هذا التحدي هنا مع شعارك يا بن ضبيب الذي يطلق لنا الرمح على المركز الأول على الصدارة والمقدمة. بينما في المركز الثاني التقدم هنا على مركز الوصال من نجد فري بن راشد بن سرداح
بن عبيد الاكتبي المركز الثالث. ياتينا هدف، هدف يا هدف، يريد ان يصيب الهدف، يريد ان يصوب الى الهدف، الى هدف الناموس، الى هدف الانتصار مع شعار سيف بن محمد بن علي الوهيبي. امال ابناء السلطنه بانطلاقه شعارك الوهيبي على المركز الثالث بهذه الانطلاقه. المركز الرابع يتقدم الغزال، الغزال كالغزال علي بن محمد بن غصنه العامري، وهنا ياتينا بهذه الانطلاقه القادم الواضح، الواضح هذا هو الواضح، يتحرك بقوة حميد بن عبيد بن علي الدرعي شعار بن نصرة، يتقدم بخلال هذه اللحظات بوجود وانطلاقة مروع حمد بن سالم بن نصرة العامري، دخول جديد من سيد سالم بن سعيد بن كاسم المسافري. هنا يتقدم أبناء السوان، أبناء راس الخيمة، هنا قادمين مع شعار بن كاسم، وكذلك الوصول أيضا مع مهلك النخيرة بن محمد اليبهوني الظاهري. هذه المنافسة بينت، الكيلو الأخير بين، الشعارات بينت، الانطلاقة بانت عندما قربنا إلى هذا الكيلو. الله يا هذه المنافسة، الله يا هذا الأداء. هنا التغيير، التغيير مع شعارك يا بن سرداح، هذا هو نجد. الله يا نجد، بدا يطير، بدا يقلع بهذه اللحظات المميزة. الله 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 الله, الله يا هذا الأداء. هذا هو نجد، هذا هو نجد يعلن تحدياته، يستعرض أمام الجماهير، أمام الجماهير في هذه الانطلاقة المتميزة. فريب الراشد بن سرداح بن عبيد الاكتبي أبناء الأهباب، أبناء الأهباب، ولكن هذا أبناء المدينة قادمين بانطلاقة بن ضبيب ليطلق لنا الرمح حمد بن ضبيب العامري، ولكن الفوز مع نجد. دونوه وسجلوا باسم نجد، هذا هو على الصدارة. تهانينا والناموس لمالك نجد فريب الراشد بن سرداح الاكتبي المركز الثاني الرمح حمد بن ضبيب بن علي العامري، بينما في المركز الثالث يذهب الى انطلاقه ووجود سيد سالم بن سعيد بن كاسم المسافري المركز الرابع، هذا هو يذهب الى انطلاقه ووجود البدر علي بن راشد بن سيف بشاوي الاغفري المركز الخامس. هنا يمسي بانطلاقه وحضور هدف سيف بن محمد بن علي الوهيبي. تابعنا الصوت وتحديات تهانينا والناموس الى مالك نجد من انتزع المركز الاول فريب الراشد بن سرداح بن عبيد الاكتبي الذي خطف الصدارة واعلن الحضور في الامتار الاخيرة، حيث حقق توقيت وقدرة 7 دقائق بالتأكيد، ولكن الثواني المتسجلة فوق 7 دقائق. هنا ننتظر التوقيت الزمني، 7 دقائق 26 ثانية 58 جزءا من الثانية، هذا هو توقيت نجد الذي تسجل بلحظات فوزه ولحظات الانتصار فريب راشد بن سرداح بن عبيد الاكتبي الذي حقق الانتصار بالمركز الاول. كذلك نهني مالك الرمح من قد مركز الوصافة حمد بن ضبيب بن علي العامري. تهانينا والناموس الى جميع الفائزين بالمراكز الاولى. ياخذ حقه اول وتالي، جهزوهن الى شوط الاوايل وادفعوهن ما دام الشوط غالي، ما يهم المدى لو كان طايل، يكسر انتم لولا الدرب طالي، ميلوا عقلكم يا اهل اليمايل ويولوا بكاسكم في الاحتفالي. يا عل تسقيك الوسطى مخايل، دار شيخ الاجود نادر مثالي، عادل الكف يوم الوزن مايل، شيخنا القاسمي درب الخصالي. يا عل تسقيك الوسطى مخايل، دار شيخ الاجود نادر مثالي.